بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قال قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونؤمن بالملائكة والنبيين أي نؤمن أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذه قضايا ثلاث عظيمة يتعلق بها الكلام في هذه الفقرة: نؤمن بالملائكة، نؤمن بالنبيين، نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله: قال هذه الأمور من أركان الإيمان، ويذكر بعدها الأدلة على أن هذه الأمور من أركان الإيمان ومن أصول هذا الدين ومن أصول هذه العقيدة. قال هذه الأمور من أركان الإيمان، يعني هذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين بالرسل، الإيمان بالكتب. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا دليل على أن هذه القضايا وهذه الأمور من أصول هذا الدين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجاء ذكر القضايا الثلاث في هذه الآية: الملائكة، الكتاب، النبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، بهذه الجملة، يعني جملة القضايا المذكورة في هذه الآيات هي الإيمان. وإن كان الإيمان يتفرع بعد ذلك وله فروع عن هذه الأصول، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين. سمى الله تعالى من آمن بهذه الجملة مؤمن، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الكتاب، النبيين. كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان هو الإيمان بهذه القضايا، الكفر هو الكفر بهذه القضايا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر في أصول هذا الدين وأركانه هذه القضايا العظيمة: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، أما غيرهم فقد ضل والعياذ بالله. وأتباع الرسل في هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فهم أهل البدعة والإحداث من الفلاسفة ومن أهل الزيغ والضلال. ولذلك ذكر في هذه الفقرة التي تأتي معتقد الفلاسفة ومعتقد
يعني أهل البدع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أهل الحق أهل السنة والجماعة هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبهذه القضايا حق الإيمان. أما أهل البدع والزيغ فهم أهل انحراف وضلال. انظر قال: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. هذه القضايا متفاوتون في جحدها وإنكارها، هذا بدرجة والآخر بدرجة أخرى. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. الفلاسفة الذين يسميهم كثير من الناس الحكماء، ويعني العبارات بتقلب علينا أحيانا مواجع، فلعل أحداث هذا الوقت تذكرنا كذلك بهذا المعنى. زمان كانوا يسمون أهل الضلال من الفلاسفة حكماء، الحكيم أرسطو والحكيم مش عارف سقراط والحكيم فلان. وفي زماننا الآن يسمون والعياذ بالله الملاحدة والرقاصين والطبالين يسمونهم حكماء. مجلس حكماء دلوقتي هو اللي بيناقش إزاي يطلعوا من الأزمة. الحكماء دول عبارة عن أطياف من أهل الضلال والزيغ. هل فكر القوم أن يأتوا بأهل العلم والعلماء؟ هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤتى بهم في المقام الأول، ولا نقول أنه يعني يقتصر عليهم، لا مانع من أن يأتي أهل التخصص والخبرات في المجالات الأخرى، لكن لا تكون لهم كلمة إلا بعدما يقر العلماء لهم بما يقولون. يجيبوا بقى أهل التخصصات والنظر ونحو ذلك في السياسة في غيره في الصناعة في الاقتصاد، لا مانع. وما كلمة تخرج إلا وتعرض على أهل العلم والدين، هم دول الحكماء أهل العلم والدين. إنما الرقصين والطبالين والعيال اللي قاعدة بتصليش هم دول اللي يتعمل بيهم مجالس ودول اللي يناقشوا قضايا المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي. هذه عقيدة المعتزلة الفلاسفة وغيرهم من الفلاسفة وأهل الكلام والعياذ بالله، والجهمية طبعا على رأسهم، الذين يقولون أن الله موجود وغير موجود في العالم، لا هو في العالم ولا في داخل العالم ولا في خارجه وغير ذلك، ولا حقيقة. يقولون أن فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإنما سموه مفعولا له فمصانعا. إنما سموه مفعولا له نوع من المصانعة، يعني هم يقولون أن الله مفعولا له. طبعا ألفاظ يعني المتكلمة والفلاسفة ألفاظ، يعني ما أنزل الله بها من سلطان ابتداء فضلا عما فيها من الزيغ والضلال، فيقولون أن الله مفعولا له، يعني كل شيء مسخر له على طريقة فلسفية شوي. فكما يقول هو هذا حتى ما قالوا إلا نوع من المصانعة، والمقصود بالمصانعة يعني ماذا؟ نوع من يعني مسايرة يعني أهل الحق في الظاهر، لكن الحقيقة لا، الحقيقة لا. نعم. قال: وإنما سموه وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ،
وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. شوف الـ 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 أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة يخلوها معاني ازاي فاسدة ازاي، ولا مقدورا عليه. طب ما تسميه القهار، ما تقول القهار، ما تقول المالك سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم. وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله والعياذ بالله. أما كتبه، يعني أيضا اعتقادهم في الكتب، إيمانهم بالله على ما رأيته والكتب، فإنهم لا يصفونه بالكلام. هم لا يصفون الله عز وجل بالكلام، ربنا سبحانه وتعالى عندهم لا يتكلم، وعلى ذلك فهو لا يتكلم، إذن لا يصح أن ينسب له كتب ولا يقال هذا كلام الله. قال أما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر. مين يعني يقصدون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة. نعوذ بالله، ضلال عجيب الشكل. القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي، بيسموا ربنا وكلامه وحيه يسموه العقل الفعال على بشر ذاك النفس طاهر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. خد بالك، هو بيمحي هنا إيش؟ بيمحي هنا الملائكة والوحي ونزول الوحي بالكتب. يقول متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. إيه هي؟ قوة الإدراك وسرعته لينال العلم، لينال من العلم أعظم ما يناله غيره. ده دي حاجة ليست مسألة الوحي ونزوله نحو ذلك، لا، ده هو يعني عندهم معنى فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي بهذه الطريقة. أولها سرعة أو قوة الإدراك وسرعته، ثانيها قوة النفس، يعني أنه متميز بقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم يقلب صورة إلى صورة. الهيولي يعبرون بها المتكلم والفلاسفة عن مادة الشيء التي يتكون منها، مادة الشيء التي يتكون منها الشيء، يتكون منها الشيء. يعني مثلا المنبر ده خشب، فيقولوا هيولي المنبر اللي هو الإيش؟ الخشب الذي تكون منه المنبر، المادة اللي تكون منها، فيقولون ليؤثر بها في هيولي العالم يقلب صورة إلى صورة. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة من المؤثرات قوة التخييل، قوة التخييل، إنه النبي ده أو الشخص ده عنده قوة تخييل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، يعني عشان يتخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. مين بقى القوى العقلية اللي يتخيلها؟ وهي الملائكة عندهم. يعني هم لا يؤمنون أن الملائكة مخلوقات محسوسة موجودة ولها أوصاف موصوفة، لا، الملائكة عندهم هي عبارة عن قوة التخيل التي يتخيلها هذا البشر الذكي عندما يأتيه الكلام الذي هو من العقل الفياض إلى آخر الكلام الفلسفي الباطل. وإنما ذلك عندهم، قال وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، يعني فيش ملائكة، وتجيء وترى وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعياد. يعني جبريل وغيره من الملائكة عند النبي ده شيء إيش؟ ذهني فقط، ليس حقيقي. نعم، نعوذ بالله. طيب بقى اليوم الآخر،
وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر. عشان كده أنت لما تلاقي فجأة يطلع واحد صحفي ولا واحد مسمي نفسه المفكر مش عارف إيه طالع يخرف، اعرف أنه هو في الغالب قاعد يقرأ لمن؟ الفلاسفة ونحو ذلك. يوم يقرأ بقى التخريف اللي من هذا النوع ويدخل عليك بقى بالإجرام والكفر والتخريف، ولهذا بالله. ولذلك كل من يعني قرأ أو يعني تثقف على طريقة المتكلمين تجد له في لوث وفي دخن في عقيدته، حتى يعني علماء يعني درسوا دراسة ربما منهجية علمية ونحو ذلك في أزهر وغيره، لكن إذا طالعوا كلام المتكلمين وقرأوا للفلاسفة ونحو ذلك طار عندهم دخن ولوث ومشاكل في العقائد. ولذلك الأشاعرة يعني ما طرأ عليهم ما طرأ إلا بسبب كثرة مطالعة كلام المتكلمة وتأثرهم بالمتكلمة والفلاسفة والمعتزلة من قبل. نعم. قال: وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس في قبورهم ولا يبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. يعني هذه طريقتهم في الإيمان بهذه الأصول العظيمة الخمسة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. هذه طريقتهم في الإيمان بهذه الأصول العظيمة والعياذ بالله. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة. المعتزلة الفلاسفة بقى ما سبق، المعتزلة أبدلوا الأصول الخمسة دي بأصول عندهم أخرى باطلة. قال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعياذ بالله، أيضا التأثر بالفلاسفة والمتكلمة. فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. الجسم هو الموصوف والعرض هو الإيش؟ الصف، نعوذ بالله. فالتعبير عندهم عن الله سبحانه وتعالى يسمونه الجسم ويقول عليه الجوهر ويسموه الجوهر. سبق احنا في الأول خالص كلمنا في حاجة زي كده، يسمونه الجوهر ويعبرون عنه بالجسم، والعرض الأوصاف التي تكون على هذا الجوهر وما يتغير به هذا الجوهر، نعوذ بالله من ألفاظ إجرامية التي هي في عقيدة أهل السنة والجماعة. المقصود بذلك الأسماء والصفات، ليس نقصد بذلك يعني ما يعادل كلامهم باطل مردود، لكن هم يهربون من إثبات الأسماء والصفات لله تعالى بمثل هذه المعاني الإجرامية والعياذ بالله. فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. القدر عندهم اللي هو الركن السادس، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يسموه العدل. العدل، وطبعا كلمة العدل دي يقصدون بها معاني فاسدة جدا سبق الكلام عليها، واحنا بنتكلم عن القدر وأنه يجب على الله أن يفعل ما فيه خير للإنسان، أما وجود الشر فهو من الإنسان، وعليه تفرعت الإيش؟ القدرية بمذهبها الفاسد. نعم. قال: ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد
وهي مسائل الأسماء والأحكام. عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة المسائل دي اسمها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني نسمي الناس مع الأمور دي إيه ونحكم عليهم بإيش، يعني في الأمر والنهي والوعد والوعيد والمنكر ونحو ذلك نسمي الناس على وصفه. يعني العاصي عندنا عند أهل السنة نسميه عاصي، نسميه فاسق، هم يسمونه كافر، هم يسمونه كافر مثلا. أي نعم. وفي الأحكام نحن نقول هو مذنب وعاصي، وهو مسلم بإسلامه وعاصي بما ارتكب من المعصية. هم يسمونه في الأحكام، هم يصفون حكمه بماذا؟ بأنه يخلد في النار، بأنه يخلد في النار. نعم. قال: وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. ده في الدنيا. المعتزلة كما سبق في الدنيا يسمون العاصي مسلم، ها يسمون العاصي في منزلة بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. طب وفي النهاية يتفقون مع الخوارج أنه مخلد في النار. قال: ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة. أيضا عندهم يعني الخوارج عندهم ده أصل في عقيدتهم، أصل في عقيدتهم مسألة الخروج على الأئمة بالسلاح بظلم أو بغيره، فإن هذا أصل عندهم. وأما عند أهل السنة فهذه مسائل فيها تفصيل طويل. نعم. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة. كلمة وضعوها بإزاء الأصول الدين يعني إيه؟ يعني جعلوها هي التي تعادل الأصول الخمسة اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، يسموه العدل القدر. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. توحيد العدل والنبوة والإمامة، هذه أصول الرافضة المتأخرون خصوصا. وطبعا الإمامة دي مسألة مقدسة عندهم والعياذ بالله، وهذا يدل على فساد هذا اعتقاد هذه الفرقة وأنها تخالف أهل السنة والجماعة. فهذه ليست أصول أهل السنة والجماعة، فأصول أهل السنة والجماعة هي الإمام بعد الإمام بالله، يعني الإمام باليوم الرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره على التفصيل والتحقيق الموجود عند أهل السنة والجماعة. وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة مصادر العقيدة عندهم الكتاب والسنة. مصادر العقيدة عندهم الكتاب والسنة. مصادر الدين عندهم عموما الكتاب والسنة. أما غيرهم من أهل الضلال فعندهم مصادر أخرى، زي الشيعة عندهم مثلا مسألة الإمامة وتفرع عنها من اطلاع الأئمة وكشوفاتهم كما هو عند الصوفية ونحو ذلك. وأصل الدين بيانه، ده بيان لطريقة أهل السنة والجماعة. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. لماذا؟ لما اشتملت عليه الآيتان من أعظم قضايا الدين وهي أصول الدين.
القضايا العظيمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه القضايا العظيمة قضايا الدين نعم وأصوله وأركانه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يعني هذا الحديث فيه دليل على فضل يعني أواخر سورة البقرة، ولذلك لما اشتملت عليه هذه الآيات من بيان قضايا أصول الدين والعقيدة وأركان الدين والعقيدة. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. الحقيقة هو الإيمان بالجنة والنار داخل في ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. قال: وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد قدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. يعني هو هنا بيقول لي العبارة دي: تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة، لأجل أنه لن يتعرض للكلام عن الإيمان بالله مرة أخرى هنا. سبق نصف الكتاب الأول كله عن الإيمان بالله، والرسالة أيضا سبق الكلام عن الرسالة عند الكلام عن النبوة والرسالة في فقرات سبقت من الكلام. وأما الملائكة، يعني إن إحنا سبق الكلام عن النبيين وعن الرسالة، فيتكلم هنا عن الملائكة. نعم. قال: أما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة. الموكلون يعني ماذا؟ يعني ليسوا هم أصل. الوكيل أصل ولا الموكل؟ الموكل. عشان كده بعض العلماء ساعات يسمون الموكل إيش؟ الأصيل. لو تذكرون في مسائل في الفقه ساعات يسموه الأصيل، في الضمان والكفالة ونحو ذلك يسموه الأصيل، اللي هو الأصل بقى، اللي هو الموكل، لأنه ده الأصل. الموكل ده إيه بقى؟ أو الوكيل، شخص ينوب، يعني ليس هو الأصل. ولذلك هذا نقوله لماذا؟ حتى لا يتوهم الصوفية بضلالهم أنه يجوز أن يقول لأحد في العالم مع الله عز وجل تصرف. وإلا الصوفية جعلوا الأقطاب يتصرفون في الكون مع الله تعالى ويعتقدون ذلك، ويقولون الخطب فلان يحفظ الجهة الشرقية من الأرض فهو موكل بهذه الجهة، والقطب علان يعني يقولون مثلا قطب فلان، يعني يقصدون مثلا البدوي، يقصدون مثلا الخناوي، يقصدون التيجاني، يقصدون غيره غيره من أقطابهم، فهذا ضلال. أما الملائكة فهم موكلون لأنهم مخلوقون مسخرون، كانوا عدما وكان الكون كما شاء الله سبحانه وتعالى، أو كان الله ولم يعني يكن شيء، ثم لما جاءت الملائكة فهم موكلون وهم فقراء إلى الله، والله غني عنهم وعن ما يعملون. لكن هذه سنن في الكون أجراها الله تعالى، جعل الملائكة موكلون في هذا الكون وفي يعني أحوال هذا الكون. هؤلاء موكلون بالقطر المطر، هؤلاء موكلون بالأرواح، هؤلاء موكلون بحياة النبات، هؤلاء موكلون بكذا، هؤلاء موكلون بكذا كما سترى، وهكذا. أما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. وقال تعالى: فالمقسمات أمرا.
المدبرات أمرا، قيل الملائكة تنزل بالتدبير المأمورة به أو المأمور به، الملائكة تنزل بتدبير مأمورة به، لذلك سميت المدبرات. المدبرات أمرا يعني هي مأمورة بتدبير، الله عز وجل يأمرها بتدبير معين في العالم. المقسمات أمرا، قيل الملائكة تقسم المقدرات الربانية التي قدرها الله تعالى، الله عز وجل يأمر هنا يكون كذا، هنا يكون كذا، هنا يكون كذا، فهذه الملائكة مقسمات تقسم ذلك. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، والعياذ بالله الملاحدة يقولون الملائكة مقصود بها النجوم التي في السماء. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفة، والناشرات نشرة، والفارقات فرقة، والملقيات ذكرة. يعني هذه أنواع من الملائكة، المرسلات عرفة، وإن كان الراجح والله أعلم أن المرسلات في الآية لا يقصد بها الملائكة، قيل هي اللواقح ونحو ذلك، لكن على قول آخر أنها الملائكة كذلك. والناشرات نشرة، ملائكة التي تنشر أجنحتها، ملائكة التي تنشر أجنحتها. والفارقات فرقة، ملائكة أيضا التي تأتي بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل. الملقيات ذكرى، الملائكة التي تلقي الوحي على الأنبياء. ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، أيضا أنواع من الملائكة. فالنازعات غرقا، قيل هم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار، وسموا سميت الملائكة هذه بالنازعات لأنها تنزع أرواح الكفار بشدة. والناشطات نشطة، ملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين، وسميت ناشطات لأنها تأخذ أرواح المؤمنين بسرعة حتى لا تؤلم المؤمنين. والسابحات سبحة، أيضا يعني قيل هي التي تنزل بسرعة، يعني في الأمر يقدر، فهي سريعة، سابحات سبحا. والسابقات سبقة، أو فالسابقات سبقة، هي أيضا قيل التي تسبق بالأرواح إلى مستقرها، تأخذ الأرواح إلى مستقرها. نعم. قال: ومنهم الصافات، الصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرة، أيضا قيل أنواع من الملائكة. الصفات قيل الملائكة الذين يصطفون في صفوف العبادات لله تعالى، الصفات صفة. فالزاجرات زجرة، قيل الملائكة الذين يزجرون عن فعل المعاصي في الأقوال والأفعال. فالتاليات ذكرة، قيل الملائكة الذين يتلون آيات الله سبحانه وتعالى، ملائكة متخصصة في ذلك يتلون آيات الله تعالى. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف، الفرق والطوائف والجماعات. يعني كل ذكر الملائكة جاب التأنيث هنا، ليس هذا دليلا على أن الملائكة توصف بالأنوثة، ودي مسألة مهمة، أو الذكورة، ودي مسألة مهمة في مسائل الاعتقاد في الملائكة. بعض الناس يخطئ، ربما يظن أن الملائكة ذكور، وربما يتوهم من إنكار الله على المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أن هذا معناه أنهم ينسبون إلى الذكورية. لا، لا ذكورية ولا أنوثية ولا أنوثة، الملائكة لا ينسبون لا إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة،
لأنهم لا شهوة أصلا لهم. ولذلك ضمير التأنيث هنا وضمير الذكورة في الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل هذا ضمير ذكوره، وهنا ضمير تأنيث في ذكرهم السابحات السابقات نشطات. فيقول: ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق الفرق والطوائف والجماعات. لأنه في لغة العرب لما نجمع جماعة من الناس ونسميهم فرقة لازم هنأنثهم ولا هنقول فلان ولا هنسميها بالتذكير، يعني هنقول جاء الفرقة ولا هنقول جاءت الفرقة؟ هنقول جاءت الفرقة برغم أنهم كلهم إيش؟ ذكور. قال: التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. جاءت الجماعة المسلمة يبقى كلهم إناث ولا يحتمل أن يكونوا كلهم كمان ذكور؟ ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس. دي شغلتهم، هذا عملهم. نعم. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ملائكة عددهم كبيرة جدا، أعدادهم لا يعلمها إلا الله، لكن بالأدلة الكثيرة ملائكة أعدادهم كبيرة جدا، أكبر من سائر يعني الناس وأكبر من سائر البشر من الإنس والجن. نعم. وإلا من الأدلة، طيب ها حديث البيت المعمور، بالفعل حديث البيت المعمور هذا دليل على كثرة الملائكة بشدة، إن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. تخيل أنت أيام الدنيا بقى كل يوم 70,000 ملك. نعم. قال: ومنهم، قال: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله. رفز الملك يقول يشعر، يعني بل نقول أنه ليس مجرد الإشعار، بل في أصل اللغة، بل في أصل اللغة. فالملك من الألكة وهي الرسالة، وهي الرسالة، ولذلك سميت الملائكة كذلك لأنهم رسل بين الله وبين عباده. يقول: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء. الرسول ده مجرد شخص بيبلغ فقط، إنما ليس هو صاحب الأمر. نعم. بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره. وهذا يعني فيه إشارة أو فيه تعريض بمن عبدوا الملائكة، البعض غلى في الملائكة والبعض فرط. هناك من غلى في الملائكة فعبدهم لأنه ظن أن الملائكة أو توهم من كون الملائكة يقومون بأمور العالم أنهم يصل الأمر أنهم يكونون هم آلهة الدنيا والعالم فعبدهم، والعياذ بالله، كما حصل من كثير من المشركين. والبعض الآخر على النقيض، فإنه نسب الملائكة إلى يعني أوصاف لا تجوز، كما وصفوا الملائكة بأنهم إناث وبنات الله أي المشركون، وكما وصف النصارى وغيرهم الملائكة أنهم عبارة عن أطفال بأجنحة، وكما وصفت اليهود بعض الملائكة بالقبح والجرم كوصفهم جبريل واتخذوه عدوا لهم. أي نعم. قال: وهم ينفذون أمره. قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه. شايف عالم الملائكة، كل واحد في الملائكة، كل فرد في الملائكة له وظيفة، له عمل، له وظيفة وله عمل.
يعني إنجاز التعبير يعني تنظر إلى عالم النحل مثلا، عالم يقدس الوظيفة، مفيش لا يوجد في عالم النحل إنسان لا يعمل، الأول ما يتوقف عن العمل يعمل إيه؟ يعملوا فيه إيه؟ يقتلوه في عالم النحل لهم الذكور بعد تلقيح الإناث، خلاص ما لهمش لازم لأن الذكور تنبلة في النحل، خلاص ما لهمش لازم يوم يقتلوهم على طول. لماذا؟ لأن الذكور ما بيشتغلوش، فيقوم الإناث هم اللي يعملوا إيه؟ هم اللي بيعملوا النحل ونحو ذلك. الغرض يعني أن عالم الملائكة أعظم عالم يعبد الله تعالى، أعظم عالم يعبد الله تعالى. كل فرد في الملائكة له وظيفة يعبد الله بها، نعم. ولذلك هيجي معنا بحث طويل جدا حتى أن الشيخ هيسهب فيه، وهو المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، مفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. قال وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد له مكرمون منهم الصفون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، هو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده، اللي هم في السماء السابعة، يعني اللي هم في السماء السابعة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة، يعني الملائكة لهم رؤساء ولهم درجات، وإلا الملائكة ليسوا جميعا على يعني قدر واحد في القدر والفضل، بل يتفاوتون كذلك كما هو التفاوت في البشر. فكما أن البشر فيهم الصالح، استغفر الله، كما أن البشر فيهم الأنبياء وفيهم من دون الأنبياء درجة، كذلك أيضا الملائكة كلهم طائعون وفيهم من هو أشد درجة في الطاعة والعبادة والقدر والفضل من غيرهم. فسادات الملائكة مثلا، قال: ورؤساء الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. طب قبل ما نقرأها حبدش يبص في الكتاب كده، الموكلون بالحياة جبريل وإسرافيل وميكائيل. طب جبريل حياة الروح، حياة الروح، الوحي هو حياة الأرواح والقلوب. طيب إسرافيل لأنه موكل بمسألة النفخ التي تعيد الروح إلى الناس بعد موتهم، وميكائيل الذي فيه حياة الناس الحسية أو حياة البشر الحسية، القطر والنبات، نعم. قال: فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره. طيب دليل على أن الملائكة لهم بالفعل ملائكة عظام، وأعظمهم هؤلاء الملائكة، دليل، دليل نصي. وملائكتي وكتبي ورسلي، ما فيش اهو، قل من كان عدوا لجبريل وميكائيل واسرافيل، ينفع يكون دليل انه بالفعل هذا دليل على فضل جبريل على سائر الملائكه، اذ يذكر هو على راس الملائكه في مساله عداوه الكفار لهم. دليل اخر لعله اشد وضوحا في المساله، أي نعم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، إلى آخر الدعاء. فخص في توسله وسؤاله الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الملائكة مما يدل على عظيم مكانتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفرائه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر.
قد أطت السماوات بهم، ازدحمت السماوات بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم، ويضيف إليهم يضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر، هو بيذكر هنا التنويه وبعدين يذكر الأدلة، وتارة أي القرآن يذكر حفهم بالعرش وحملهم لهم ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فوصفهم بأنهم يعني لهم علم عالي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم، أنه قرن صلاته بصلاتهم، يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: بل عباد مكرمون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال تعالى: كرام بررة. وقال تعالى: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فكل هذه الآيات تدل على فضل الملائكة وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، من كثرة ما ذكر في حقهم من وظائف كلها يعملون من خلالها على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. هذا بحث في الحقيقة طويل، أرى أن يعني نضمنه إلى بعضه في مرة واحدة إن شاء الله تعالى، وإلا لو ذكرنا جزءا منه سنضطر إلى إعادته مرة أخرى لنربط الحديث بعضه ببعض في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فنقف على هذه المسألة التي هي تتعلق ببيان يعني أو كلام العلماء في مسألة أيهما أفضل، هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل، أم هناك تفصيل في هذه المسألة. فذكر في الحقيقة الإمام رحمه الله ابن أبي العز الحنفي تفصيلا طويلا في هذه المسألة، نتعرض له إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم.